بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومش نزيد انا ناكد لي قيمتكم غائبه يقرب عند الرب. توقت اللي جات ايام فيها كبسه للصهاينه سواء كان في الارض المقدسه ولا خارجها، لو كانت عندكم انظمه فيها ريحه الاسلام لا اغتنمت الفرصة ذيك التي صعيبة أن تعاد، وهاجمتم كيان ذاك رغم عددكم وعدتكم النهار كلهم تتصروا مصاريف وتعاونوا في شريان الأسحل لا قيمة لها أبصلت ولات ما اشتخدم. ومع ذلك الجيوش الكربية إلا من رحم ربنا هي جيوش فاشلة، وضرب ربي بعصا الظل. ونبينا عليه الصلاة والسلام وقت يسألوه قالوا يا رسول الله إذا كان ضعفنا أم من قلة؟ قالوا لا أنتم كثرة كغثاء السيل، يكيبك الشيء ما عنده حتى قيمة، تبدأ الوادي تعدى ويحمل فك التفاه فك الواحد ذكور والفقاعات هل تنفع الناس؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. صدقت يا رب والحمد لك أبد الآباد يا رب العباد.